مناع! حسان! تايه يا أخي؟ سبع أرواح؟ ورافع سلاح على أخوك كمان. نزل سلاحك يا حسان، أنت مش كده. عايزك تعرف كل شيء في الدنيا قدر ومكتوب، وأنا قدرك يا حسان. وريني عاد هتعمل إيه مع قدرك. انت اخر عمايل يا مناع، بس بعد ما خلص الناس من شرك وحقدك وقلبك الاسود ترفع السلاح على اخوك يا ابن صلحه. قلت لك مش قده. هناخد ايه من الدنيا؟ وليه نزعل؟ وليه نكره؟ وليه في بعضنا بنجرح؟ وليه نقسى على الأحباب؟ دي الدنيا فانية والله، كفاية عذاب بدون أسباب. كتير ننسى إننا رايحين، ومهما طالت الرحلة أكيد للتراب راجعين. تاخدنا الدنيا بغرورها، ونكره ده ونجرح ده، ونجري ويا أوهامها. نلاقي الابن يجرح أبوه، نلاقي الأخ يكره أخوه، نلاقي أم حيرانة ولادها يا ناس أبوها الدور. نسامح بعض ونبكي الحق لأصحابه.